أنا أحد بياعي السور هنا في سوق المحلة الكبرى سوق الجمعة. هيقول لنا أيوه دوت ده سعر شرياص، تمام؟ ده بيعمل 100 جنيه من غير حق، تمام؟ ده بيعمل 150، وده الكبير ده سعر حوام اسمه كيت بازر. اسمه إيه؟ كيت بازر، كيت بازر. ده بيعمل 170 لحد، ده بيبدأ من 200 لحد 600 ما شاء الله الفواتح بتاعه. طب ديت لسه سوق صغيرة؟ دي شرياصات برضه، بس دي حاجات لسه بتكبر عن كده كمان شوية بس. تمام، ده ايه حضرتك؟ ده قنفذ، دي أنافذ. تمام، ودي تعابين أبو الفخور، ودي تعابين. ديت تعابين يا جماعة، هي في الإزازة اهوت، اهو تعابين اهيت. هيمسك لنا، بص هيمسك التعابين اهو يا جماعة، شوف اهوت اهو ماسك. ورينا كده يا كابتن، تعبان ده تعبان اهو، ده تعبان ارقم صحراوي. اسمه ايه؟ ارقم صحراوي. ارقم صحار؟ صحراوي، ده ارقم صحراوي. صحراوي، تعبان ارقم صحراوي. ان شاء الله. تمام، والانابت دي يعني ايه حضرتك؟ يعني سعرها يعني بتعمل ايه ولا ايه؟ دي بتتربى زينه كده، بتتربى زينه عادي. تمام.